انت قلت ضيفه، ما قلتش ان في واحده جايه تستخبى عندنا وكمان في ناس عايز تقتلها. وقلت برضو ان انا هاخد على بيت ابويا يا داليا. حلو قوي، اتفضل لو سمحت خدها معاك دلوقتي وروح على بيت باباك. داليا لو سمحتي ما تضغطيش عليا، قلت لك اللي هو ابراهيم مستنيني. وبعدين يعني ازاي عايزاني اخدها على بيت اهلي من غير ما اقول لهم؟ لازم اشرح لهم الاول. يا سلام، يعني ما ينفعش تدخل بيها على بيت باباك لكن ينفع تجيبها على بيت مراتك؟ عشان المفروض يعني انك عاقله وبتتفهمي الموضوع. وبعدين اشمعنى انت اللي كلفوك بالموضوع؟ ها؟ اه صحيح، انا بسال سؤال غبي جدا، اكيد طبعا حضرتك اللي اتطوعت وعملت فيها شهم وجدع وابن بلد. بصي، هو بغض النظر عن الهبل اللي انت بتقوليه ده، بس انا هطير من الفرحه. من الغيره اللي انا شايفها في عينك دي مطمناني على حاجات كتير. غبيت ايه؟ وانت بتقول ايه؟ على فكره انا بعمله ده اي ست في الدنيا طبيعيه هتعمله. حضرتك جايب لي واحده في ناس ممكن تقتلها، ما فكرتش ان الناس دي في يوم من الايام ممكن تاذي بنتك ومراتك؟ ماشي يا ستي، هخرج ولما ارجع هاخد على بيت ابويا. يا ابني انت طبيعي بتفكر؟ ما هو ممكن يروح على هناك ويأذوا اهلك. مبدئيا كده لو سمحت وطي صوتك، البنت قاعده بره، وبعدين انا عارف انا بعمل ايه كويس، انا هتصرف. حلو قوي، بما انك بتعرف تتصرف اتفضل خدها معاك على بيت بابا، ويا ريت انت كمان تروح تقعد معاها هناك. ده اقتراح برضو مش غيره، صح؟ داليا لو سمحت خلي بالك منها، البنت غلبانه وبتمر بظروف صعبه. انا مش هتاخر شويه وداليا هتبقى معاكي. طب بقول لك ايه، ما تاخدني معاك عند الراجل ده، مش ده اللي هو ابراهيم اللي بيقعد يزعق كتير قوي ده؟ هو عارفني كويس قوي على فكره. لا مش هينفع، شويه وهرجع لك. طيب. هاي، ازاي حضرتك؟ معلش سوري بقى يعني على الازعاج، بس هو الحقيقه حمزه اللي اصر. لا خالص مفيش مشكلة. تعبت تشربي ايه؟ لا لا ولا أي حاجة، أنا كويسة. ما ينفعش تقعدي كل ده من غير ما تشربي حاجة، ما أنتي عارفة القعدة هتطول. ثانك يو، والله مش عايزة أتعبك. ثانك يو. أوكي اتفضلي. ازيك يا جود، تعالي. عاملة ايه؟ الحمد لله. كيوت قوي. ايه يا جود ده؟ دي طن طلعت تعرف اسمك. اه، ما هو حمزة بيتكلم عليها كتير قوي. اه طبعا اكيد حمزة اللي بيتكلم عليها. انت عارفة ان بابي بيحبك قوي ولا لا؟ عارفة. انت بقى اسمك ايه؟ انا اسمي خديجة. واتش ات، ما تخليش حاجة تفوتك.